هون انا ذكرت انه انت في عندك حاليا قلت انه في عندنا زراعات للمناطق الجبليه او للمناطق الجرداء، قديش هلا تم زراعه كم شجره؟ حتى هذه اللحظه تم زراعه 370 الف غرسه في الجبل في منطقه عفرين. منطقه عفرين تمام. نعم. طيب ايش هي اهم الانواع الشجريه اللي عم تزرع، انواع الاشجار، ايش هي اهم انواع الاشجار اللي عم تزرع هلا انت بالجبال؟ طبعا اللي عم يزرعها بالجبال تتناسب مع البيئه الجبليه هي. نعم. اشجار طبيه وحراجيه وعلفيه، ومنها ايضا اصناف مثمره متسامحه بيئيا ومتحمله للظروف الجفاف والظروف التربه. نعم. الرقيقه الصعبه في الجبل. شفت حتى هون ببعض الانواع، طيب في انواع مميزه عندكم بالنسبه للنباتات او بالنسبه للاشجار؟ نعم، تم ادخال اصناف جديده ومميزه كالخروب وكالأكاسيا بهدف إنتاج الرحيق. نعم. أجل توفير بيئة رعوية للنحل. أيضا تم إدخال أصناف جديدة بهدف إنتاج الأخشاب مثل البولونيا. تم إدخال أصناف جديدة بهدف طبي. نعم. عندنا شفت العنب كمان. نعم. في عندكم أنواع كثيرة من. نعم. إيش الأصناف الموجودة؟ الأصناف الموجودة في عندنا الياقوت، في عندنا أصابع. نعم. الساحرة، في عندنا الكاجو، عندنا أصناف المحسنة، كل الأصناف المحسنة بتلاقيها عندنا. تمام. أيضا عندنا ميزة أخرى أنه نحن نحاول الحفاظ على المخزون المحلي من النباتات المحلية من العلم. هاي خلينا نركز عليها. نعم. أنه في عندنا كتير من الأنواع اللي ذكرت كمان. نعم. من خلال جولتنا شفنا أنه فيها حاليا. نعم. عم تاخذوا. نعم. عقل من بعض الأشجار المهددة. نعم. بالانقراض. نعم. أو غيرها. لأنه الأقسام الموجودة عندكم كتيرة، هي مو بس نباتات وأشجار. نعم، بعطيك مثال العنب. نعم. العنب في عنا هون عنب من قوله باللهجة المحلية سبيعي وبكاري. نعم. وزحلاوي وشيمي أحمر وشيمي أبيض. عنا 20 صنف تقريبا محلي كله مهدد. نعم. بالانقراض بسبب الظروف التغير المناخ. هلا حتى شفت هون انه في عنا نحن تنوع مثل ما ذكرنا بنباتات الطبية واكثرها شيء نحن معه فوائده الكثيره. نعم. ما شاء الله يعني تنوع كثير. نعم. هلا هون فرص العمل موجوده كمان. نعم. في نسبه عمال كبيره كم. نعم. فرصه عمل موجوده عندنا 70 عامل بين ذكر وانثى في هذا المشتل مستمرين طبعا. نعم. من عدا الاداريين.